توج نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي ونظام داش الغذائي ونظام الغذاء المرن في المراتب الأولى بين الأنظمة الغذائية لعام 2022. حمية البحر الأبيض المتوسط جاءت في المركز الأول، والجوانب الرئيسية لهذا النظام الغذائي تشمل استهلاك نسبة عالية من زيت الزيتون والبقوليات والحبوب غير المكررة والأسماك، واستهلاك معتدل من منتجات الألبان، واستهلاك نسبة منخفضة من اللحوم ومنتجاتها. أما حمية داش يؤكد هذا النظام على الكميات الكبيرة من الفواكه والخضروات في كل وجبة، جنبا إلى جنب مع اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم. السكريات المضافة محدودة ولكنها ليست ممنوعة. النظام الغذائي المرن يعتمد على تناول كافة أنواع الطعام دون الحرمان من شيء، حيث يشجع على تناول المنتجات الغذائية النباتية في الأيام العادية وتناول الأطعمة الحيوانية باعتدال، ولا يوجد نظام غذائي ثابت أو كمية السعرات الحرارية التي يجب على الشخص توخي الحذر بشأنها.